وينو؟ شو ماتشنج؟ فرحة مرحة؟ 100%. وين وصلنا يا ربيع؟ وصلنا على الشارقة على سستينبل سيتي. And I love it. I love the setup. You mean عند مارا؟ I told you I was born in Sharjah and was raised here in Sharjah. So بحب بلشو صار زمان ما جيت. So coming here feels a lot. كويس. ايه. مهم شو بناكل. جينا على مارا. The brand itself is called Link by Mara, so it's in Sharjah. نقلت منيح برافو. That's the winter by Mara. عم نقراها من الباب بس سمعت. إلي نحن وين خبرني شوي. أهلا وسهلا أول شيء. نحن بالشارقة بـ Sustainable City. عندنا كونسيبت هون اسمه Link by Mara. هي نفس البراند اللي مارا اللي شفتها أنت بدبي. بس هون Link by Mara الأعداد سبيشل. قاعد أنت الإكسبيرينس تبع الصحراء. بس بنفس الوقت انت منك بالصحراء. اوكي. انت موجود بهذا البارك الحلو اللي شفته اللي صورته. روايح حلوه. ايه؟ رح تقعد روايح حلوه. هذا الاكل اللي عم يطلع عندنا بيتزا عندنا فيوجن ايطاليان وجابانيز. طب اللي ما بيعرف مارا، مارا شو بيعمل؟ مارا از ان انترناشونال براند. عندنا فيوجن انترناشونال ديشز. ما في شيء اوتنتيك بس جايبين الاوتنتيك بلاترز. اوكي. وحاطينهم وعاملين التاتش تبعنا. لازم تجرب ولازم تعطينا رايك. Outdoor winter camp منقول. إذا بروديت عادة بالصحراء. إذا بدك بس بباركينج. ما رحت على الصحراء أنت مسقت بالرمل وصلت. مع كهرباء وحمام يعني. نفس الإكسبرينس. إيه 100%. I'm Saeb Rakesh here and we are here serving. Different of food like pizza and grill and Japanese also. We have sushi and baked potato also and very nice pizza also we are making. نحن ناطرين هوت شوكليت. هوت شوكليت طقس بارد تندفى شوي. اول شغله لفت نظري فيها هو هيدا الشوكولاته تبع الطفوله. قد صار لي ما اكلت هيدا الشوكولا. عرفتوا الفليك كان في منه تويرل اذا بتذكر منيح وفليك هني. او ماي جاد مينيمم 7 سنين. اند ذن ويب كريم هوت شوكليت مارشميلو. بتعرفوا شو هول لذتها بال 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 بالاكسبيرينس. هي لذتها هيك. ربيع بدك تعطيني تبعك هلا. خفيفه نظيفه لذيذه سكرها خفيف منا دلعه. الويب كريم كتير لذيذه. المارشميلوز منيحه للكبار وللصغار. هول كلهم تندفى. نحن عاطرين البيتزا لاني جعت. خلصت. بافالو بيتزا بيسان بافالو صوص. بافالو صوص اوكي. تشيكن يا تشيكن هون صوص. اوكي ناو فينيش. نايسلي سبايسي. ها يس سبايسي فول فليفر بيوتفل. بدك تسقع شوي مع بلح حلو تمي على بلح استلز فيه. سي يو بعد الاعلان. ذس از سر جريل كون جابانيز جريل كون. اوكي اي بوت ذس ون توغراسي باودر اند سي سولت. اوكي يس سر. Nicely looking corn. Yes, thank you. كبار لونه غريب. Japanese corn. Yes. On the grill. Yes, on the grill, sir. Beautiful. Will you come this side. تفضل. كل أجواء الكامبينج موجودة هون.
بدكم بيتزا، في سوشي، جريلينج، ريحة الجريل. وبعد ما فرجيناكم القعدة قديش حلوة، القعدة القصة كلها. حتى نفرجيكم إياها بكون مخلص. I'll go have a tour and when you finish shout Anthony I'll come back. القعدة كتير حلوة، القعدة بقلب الصحراء مزبوط، بقلب الرملات مزبوط، بس السيارة كتير قريبة فما بتمشوا كتير. هي القعدة بقلب الصحراء مزبوط بس مرتبة كتير، قعدة فيكم تكونوا تحت الرمل، فوق الرمل، على طاولة، على كاوتش، على كنباية، أو قاعدين بقلب فاير بليس بعيد عن الهواء لأنه تحت الرملات، وأهم شغلة في النار بالنص. بتطلبوا أكلاتكم وبتقعدوا very intimate، وكل واحد من الكراسي والمحلات والقعدات عنده فيو على سكرين كتير كبيرة very high resolution، عم بيحضروا كل مرة فيلم، يوتيوب، موفي، anything. القعدة كتير حلوة، الأجواء كتير حلوة، كوزي من ميل، رايقة من ميل، انتمت من ميل، وكمان هيك كول قريبة من بيوتهم. نحن وين بالشارجة، it's a pop-up لهالمحل اللي عم بيكبر، عم بيفتح بدبي، عم بيفتح وين مكان. وهون مثل ما شايفين الشيفية في 6-7 أشخاص بالمطبخ، بتبلش من السوشي all the way لبيتزا، great coffee, anything for all the family. It is a family destination. هتا نرجع نشوف الكورن شو صار فيهم والبيتزا سقعت. قبل ما تسقع كتير خلينا ندوق. عنا بيتزا أساساً وقفتها حلوة، وقفتها حلوة. أنا عم بلقطها بإيدي طرفها مرتاح منيح وخميرتها مزبوطة. رح بلش من ورا، very soft, very spongy, very enjoyable and not chewy. من النص عجينتها مزبوطة ومنا تاشي. Nicely spicy, enjoyable sauce. Yummy. كتير حبيتها. بس دي الكاتش التانية لإنستغرام، والتالتة للريل، والرابعة خليكم معي. شكلها بشهي، فيها شوي زبدة، بس شوي شوي على الديب ما بينحسبوا. بيوتيفلي جريلد، عم بتشوفوا اللون، عم بتشوفوا بده عصرة صغيرة جابانيز باتر اند اوف اوف. ولا كل شيء طيب فيه، حب كتير، هيدا فيها حب حب، يعني حب عم ينقط من المكان. حامض مع الكون، هي أول مرة بكلها هيك. لايم كمان، this is very good. This is very very good. والجابانيز كون عم بفكوا وحدة وحدة، غير الكون تبع الطفولة اللي بيقعد بين السنين. I loved it. مظبوط هو ستريت فود، مظبوط هو بالكرتونة، بس فيني أخبركم أنه أكل طيب. لهلأ البيتزا عظيمة، لهلأ الكورن روعة. هون عنا كراب سالد، very good crab salad, very nice mayonnaise, very nice sweetness and very good quality crab salad. Dynamite shrimp. أوف. لا عن جد خفيف، طراية، ما بيعلكوا، ما بيقرشوا، حراتهم لذيذين، very nicely creamy and very good quality.
كوريان بوبس. لا عم جرب لاقي شيء غلط بس مش عم لاقي. مزبوط بالكرتونه بس بريميوم كواليتي، مزبوط بالكرتونه بس سوبر كومفورتينج. اونست فود دون رايت، فيري جود فليفرز. ستريت فود ماركت على طاوله وحده بطريقه كثير مرتب. بيكت بوتيتو، سوري تو هيلثي فور مي بس انه مفضية مخلوطة مملحة. اوكي لاف ات بيوتيفول اي ريلي لاف ات سوبر لاف ات عن جد بيوتيفول بيوتيفول. السوشي ما انتبهتوا قديش فيها رز قليل وقديش فيها مكونات كتير. والرز اللي ما فيه سكر حرام طيبين عن جد. very good quality very 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 good quality. واخر شيء chicken super juicy سوبر جوس. يعني انه مش انه عم بتلمع من جوا قد ما طريه قد ما خفيفه. ما عارف بدي اقول اتس فيري جود فيري 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 جود. اتس ان اكسبيرينس اتس ورث ات. جروب قاعده حتى لو سويقه عم نحكي من دبي بس هون فشخه. Very good food, nice vibes. I'll do it again and again and again and again and again. ومثل ما خبرتكم هيدي طيبة لدرجة إنه يعني بعد فيها حبتين. ربيع خليك عم تصور خليك. مقابلين. تنفجرون دش طيبين لو. بس إذا بدك بعد فيها حبتين. اللي خبرني شو أنا ضاعت بس كثير مبسوط. هو مكتوب. جابانيز اند ايطاليان بس في عندكم كوري وهندي وبحريني. خبرني شوي شو المنيو شو في على المنيو. صحيح ليك هو كيف قلت لك انا بالاول مره هو اتس انترناشونال ما في شيء اوتنتيك عاملين نحن فيوجن فالكاباسيتي تبع الكيتشن اكيد هون اصغر من الفروع اللي عنا اياهم بماره. سو شو بنقدر نحضر هون بالفيوجن اللي عنا اياه بماره خليناه لحتى الناس يكون عندها اكسبيرينس ماره بنفس الوقت وقت تيجي لهون. بلس السنة فوتنا نحن الإيطاليان والجابانيز فيوجن بالبيتزاز وبالسوشي اللي دقتهم. Beautiful food, great quality, عن جد برافو. عندكم تحلية كمان؟ في تحلية رح تشوف شيء كتير قوي هلا. Dessert time! أنتوني شو ناطر؟ اسمه Triple Chocolate Heaven. قلت أنا وطالع شو بدي أعمل على الطريق فعم فكر شرد. Triple Chocolate قصة كبيرة. أول شيء في Sponge Cake Style. في نوعين شوكولا من برا ريحته حلوة it's a homemade spongy cake مش ناشف وبالأول بتبلش بأول طعم شوكولا على الشفاف بتحسه تاني على سقف الحلق and then هلأ أنا عم ببلح حسيت تالتة على لسان and exactly it's three decorated بشي كتير حلو من فوق بذكرني بالدسير تبع نحن وصغار قبل ما اتجوز كنا نروح عند تشيليز بلبنان. اند very good. Wait. San Sebastian baked cheesecake Basque style. هذا الكرتون ما بده حدا يعلكو بس بتحطوها على لسان تكبسوا لسان على سقف الحلق and you're done. هلا for a double pleasure بتعملها هيك. ختامها مسك. الليلة كنا مقررين انه وياك ناكل خفيف بس ما اكلنا شيء اليوم
بصير الناس تقول مش بياكل شو بياكل، ما اكل شيء. تروقت بالاوتيل بوزه، اكلت بوزه سمك بس كمل لحمه ماشي بين بعضنا، ما حدا بيحكي فيها.